السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. حاولنا نصور حتى اللي زعما باش ما نسمع صوت الماطر مي موطور تاعس حذف ساعة شوف 5 دقائق الوقت اللي كنصور فيها. وما عليناش، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. هذا الفيديو حاولت ما امكن نلخص كي درت عندي العيد، ما بينش الذبيحة على الدم، ما بقيتش نلقى شي مشكل مع يوتيوب. المهم بين تاع المراحل اللي كيكونوا مورا الذبيحات، وفي واحد الاكستري ديال دقيقه او شي حاجه لحتو في انستغرام باي ذا واي، غنعاود نلوحو في يوتيوب. المهم هاد الفيديو هادي جيت نهضر لكم على واحد البرودوي اللي هو وصلني. هذا البرودوي هذا بالضبط كاين بحاله، هو صغير مي هو واحد لاسبيراتور كبيره، يعني كتستعمل في الجوامع او الشركات ديال النظافه اللي كي اللي قد تخدمو بها بزاف، يعني هي كتهز كبيرة كتستعمل بزاف الحوايج. انا غنوريها لكم دابا باي ذا واي. اللي بغاها يكونتاكتيني في انستغرام او لا لي مايل ديالي غتلقاه في الديسكريبسيون ورج اللي كتاكلني. اذا هنالك ناموس يدخل من هنا. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، اللي اول مرة كيشوفني يهبط دابا يضرب لي واحد لايك، سبسكرايب انستغرام ديالي ويطلع هنا اجوتيوني. شكون تروح شو مالك، شكون تروح شو مالك. ما وصلتها شبنا، المهم ما عليناش. كيف ما قلت لكم هاد الاسبيراتور وصلتني من واحد الشركة تركية. ضروري ضروري شي حاجة ديرهم، عرفتيني بابا ما عرفتش النوض كيدير في الكوزينة. المهم معليناش، أنا غنوريها ليكم دابا مور هاد الفيديو باش تعرفو عليه كتر، وغنخلي لكم تا النمرة ديال الشركة والكارت فيزيت ديالهم. المهم هاد لاسبيراتور هادي اللي فيها مزيان أنها بلا ما تعذب راسك، يعني كتقدر انك غير تحط يديك. باي ذا واي هذاك الفيديو هو نلوحو لكم هنايا، غير تحط يديك هي كتبقى غادا بوحدها كتمسح الزربيه كامله، مي ما كنهضرش على الصالات ديال الديورنو، كنهضر على الصالات الكبار ديال بصح، يعني بحال القاعات بحال الجوامع بحال، يعني شي بلاصه اللي فغيمون فيها لي سباس كبير لي باش غتستعمل اسبيراتور عادي فغيمون غتعيا غير دروك يديك هكدا. هادي براتيك. اي pour plus d'informations contactez-moi sur Instagram ou la contactez dès que le numéro est écrit comme tête dans la description. À part ça, quand je fais des vidéos sur Instagram aglabia, sur YouTube mais ça ça là je n'ai pas de idées, donc je vais vous dire comment faire comme voilà. Mais prochainement je vais avoir des idées, je vais avoir des vidéos. سبحانية غيكون فيديوهات جداد بزاف. نقدر ندير الغطس، نقدر ندير باراشوت، المهم غيكونو بزاف الأفكار. المهم كيف ما شتوها بلا ما نطولو بزاف كيما العادة، خليكم على فيديو العيد دابا. اللي أول مرة كيشوفني دير فيا لايك سبسكرايب، و فغيمون لوديوس فريمون لوديونس عندي في يوتيوب طاحت، سي بوغ سا محتاج ليكم تدفعوني شويه لقدام. منين داك الوقت اللي ما لحت والو مشات ليا على الشين ديالي هو فين تقاس ليا بزاف لوديونس. المهم عليناش، عافاكم بارطاجيو مع صحابكم. غنقول لكم تهلاو فراسكم، يلاه خليكم على فيديو قدام. بيس.